أبقرة المدارس الموسم العاشر، مباراة قوية في دور الستاشر، وهفكركم بالنتيجة. 35 منارة مودرن، سويدي الرسمية 10. والسويدي الرسمية عندنا تغييرين، محمد إيهاب نزل مكان عبد الرحمن جعفر، ودميانة شهدي نزلت مكان شهد علي. دميانة ازيك؟ كويس الحمد لله، انت عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. الحمد لله. احساسك ايه بقى وانت بتشاركي معانا؟ احساسك جميل جدا، يعني دي تجربة حلوة، استفدت كتير قوي طول الوقت. كان حلو ان نتعلم ازاي مثلا ننظم وقتنا مع المسابقة والدراسة وكده، خصوصا دي حاجة انا مش شاطرة فيها قوي، بس الواحد بدأ يتعلم وكده. بتساعد على تطوير النفس جدا. جميل جدا. حلو قوي. قولي لي، انت مهتمية بالنانو تكنولوجي، بتفكري ازاي؟ انا بفكر ازاي، احنا قلنا ان في ثوره صناعيه رابعه هتهتم بالتكنولوجيا، ادام في ثوره صناعيه رابعه هتهتم بالتكنولوجيا ده مهم قوي للبلد، فده معناه ان في تغيير كده هيحصل في الوظائف قدام. فانا فكرت في مجالات كتيره قوي مختلفه فيها، ان التكنولوجيا ممكن تنفعني في ترميم الاثار، وانا عندي اثار كتيره قوي. احنا بنينا المتحف المصري الكبير، وتقريبا ده اكبر متحف في العالم، وجنبه ترميم المجال بتاع ترميم الاثار، وبرده اكبر مكان لترميم الاثار في العالم. فالحاجات دي بتحتاج نانو تكنولوجي، لازم نشتغل على التكنولوجيا، لازم نستفيد باي طريقه، خصوصا اجدادنا سبنا اثار كتيره قوي، فاحنا لازم نستفيد منها باي طريقه. برضو في حاجات كتيره برضو احنا لازم نهتم بيها، مثلا احنا عندنا ايه الاجهزه، لازم يكون عندنا اجهزه في البيت، مش طول الوقت نستورد، مش هنعيش كده لبيت حياتنا. فمثلا احنا عايزين حاجه يعني تكون ايه ميد ان ايجيبت، صنع في مصر، لازم تكون حاجه كده مكتوبه، حاجه كده ترفع الراس. احنا لازم نهتم قوي بالتعليم بجد، الناس بتهتم بالالقاب اكتر من التعليم ذات نفسه، وده شيء حزين، علشان مش دي كانت الفكره خالص. لبقه جدا بجد. طبعا طبعا طبعا. اولا الكلام اللي بتقوليه مهم جدا، وكمان قدر تشرحيه بشكل سهل. يعني قدرتي تقولي حاجات مهمه كتيره في وقت قليل. واقول لك حاجه، انا بقيت حاسس ان انا مقتنع باللي انت بتقوليه بجد. طبعا الحقيقه انا فخور بيكي. شكرا. اتمنى لك كل التوفيق. شكرا. شكلنا كده هنسال عليكي في يوم من الايام في العباقرة. احب قوي اتواصل معاك على طول. تحبي تتواصلي معايا؟ موضوع سهل جدا، ما فيهوش اي مشكله، بالعكس. مش انت بس، في طلبه كتير بيتواصلوا معايا. انا سمعت برضو الموضوع ده، انت بتحب تتواصل مع الناس القدامى وكده، بتحب تسمع احوالهم وتتابعها. طبعا، هي العباقره كده. العباقره برنامج حولنا كلنا لعيله كبيره. الله. والعيله لازم تبقى قريبه من بعض. صح. اتمنى لك كل التوفيق. وعندنا تغييرين في مناره مودرن، زياد بكر نزل مكان عمر تامر، وشهد شريف نزلت مكان اليسابات مفرح. ازيك يا شهد؟ ازي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله. شهد، عايز تخش اعلام، عايز تعملي ايه؟ يعني اكتر حاجه خلتني عايز اخش اعلام هو البرنامج هنا. انا الموسم الثامن علمني حاجات كتيره جدا، بس وكمان خلاني متعلقه بالاستوديو، يعني من اكتر الاماكن اللي اتعلقت بيها في حياتي. طيب لو قلنا ان انت هتتدربي جوه الاستوديو، وطبعا احنا عندنا ناس بتيجي تتدرب، مفيش مشكله خالص. سؤال، تتدربي في ايه يا ترى؟ الاضاءه يا ترى؟ الاخراج يا ترى؟ الاعداد يا ترى؟ التصوير، الصوت، انهي مجال؟ انا شايفه ان كله بيكمل بعضه، يعني ايه مفيش حاجه لوحدها، بس انا حابه فكره الاعداد، لان الموضوع مش سهل ومحتاج مجهود، وعشان يطلع ناتج كويس في الاخر. يعني احنا عندنا اكتر من 500 حلقه، وسالنا اكتر من 20,000 سؤال. انسايكلوبيديا موسوعه، العباقره اصبح موسوعه. لو اي حد عايز يسال على سؤال وعمل سيرتش على العباقرة، هيلاقي السؤال ده موجود عندنا بنسبة كبيرة جدا، لان احنا بنسأل في كل حاجة. صح ولا غلط؟ صح. على عموم يا شهد، عندك فرصة ان انت تيجي تتدربي في استوديو العباقرة. ليه الشرف طبعا. تنورينا، اتمنى لك كل التوفيق. كلنا نحيي شهد الشريف. ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. عمر وندى، ندى وعمر، تفضلوا. سؤال في المعلومات العامة بعشر نقط. هي السؤال اللي جاي سؤال مش سهل، هو بعيد عن جيلكم، ولكن
ممكن حد فيكو يعرف المعلومة. هنشوف معلومات عامة. والسؤال هو: أمينة السعيد هي أول رئيس تحرير لإحدى المجلات النسائية المصرية، فما هي؟ الصحافة. عمر، إجابة خاطئة. ندى، هي؟ هي إجابة خاطئة. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة حواء. قعدت في المنصب ده 20 سنة. طبعاً حواء دي كانت مجلة مهمة جداً اتأسست عن مؤسسة دار الهلال. سؤال في الرياضة: زياد وإيهاب، محمد إيهاب وزياد بكر، رياضة. والسؤال هو: ما هي الرياضة القتالية التي تحترفها البطلة المصرية روان رفاعي، بطلة نادي الأولمبي من اسكندرية، حصلت على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب 2019؟ رياضة قتالية هي إيه؟ كاراتيه. كاراتيه، إجابة خاطئة. تايكوندو. تايكوندو، إجابة صحيحة. فعلاً روان بطلة مصرية في رياضة التايكوندو، وهنتهز الفرصة ونحييها كلنا. روان رفاعي بطلة من اسكندرية. النتيجة 20 السويد الرسمية، 35 منارة مودرن. سؤال في التكنولوجيا: شهد ودميانة، دميانة وشهد، تكنولوجيا. والسؤال هو: إلى أي شركة تكنولوجية يتبع تطبيق دو؟ جوجل. جوجل، إجابة صحيحة. برافو عليك يا شهد. جوجل هي الإجابة الصحيحة. 45 منارة مودرن، 20 السويد الرسمية. رغد ومحمد، محمد ورغد، قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 12 في 6 زائد 14 في 7 يساوي كام؟ مية وستين، إجابة خاطئة. كان لسه عندك 13 ثانية يا محمد، هديكي فرصة. 170. رغد، 170، إجابة صحيحة. 170 الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا رغد، 10 نقاط. وكان النتيجة 55 منارة مودرن، 20 السويدي الرسمية. المباراة بتتصعب عليكم مدرسة السويدي، فرصتكم في الفقرة اللي جاية. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون 4 أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. 4 أسئلة تعتمد على السرعة، ليكم انتوا 8. سينما ومسرح. والسؤال هو: فنان مصري قدير قام بالأداء الصوتي لشخصية سكار في فيلم The Lion King. عبد الرحمن أبو زهرة. الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، إجابة صحيحة. أنت عارفة أنه خد أفضل أداء صوتي للشخصية دي؟ شخصية عظيمة، أستاذ فعلا. النتيجة 65 منارة مودرن، 20 السويدي الرسمية. أغاني موسيقى. والسؤال هو: من قام بتلحين تتر مسلسل إلا أنا؟ عمرو مصطفى. احتياطي المدرسة يعني بيهزوا راسهم كده واثقين من الإجابة. أنا مش متأكدة. شهد، باين احتياطي المدرسة بتاعتك قوي. إجابة صحيحة. من كلمات تامر حسين. برافو عليك يا شهد. وبكده النتيجة 75 منارة مودرن، 20 السويدي الرسمي. مين اللي بيغني التتر ده؟ تعرفي؟ لينا شماميان. برافو عليك، الإجابة كاملة عندك، برافو عليك. السؤال الثالث: لوحات ومعالم. والسؤال هو:
في أي دولة أوروبية يقع القصر بالصورة؟ إجابتك إيطاليا. استعجلتي. إجابة إيه؟ خاطئة. إجابة خاطئة. ندى. إنجلترا. إنجلترا. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة فرنسا. قصر روهان في ستراسبورغ. آخر سؤال في الفقرة في سرعة البديهة، عشان نقط بقى مهمين جدا للسويدي. سرعة البديهة والسؤال هو: كم عدد النقاط في النص بالصورة من كلمات الإمام الشافعي محمد إيهاب؟ إجابتك 9. إزاي 9 يا محمد؟ إجابة خاطئة. إزاي؟ 27. إجابة صحيحة. 27 إجابة صحيحة. برافو عليك يا عمر. استعجلت يا إيهاب، استعجلت. النتيجة اتغيرت في نهاية الفقرة. 85 منارة مودرن، 20 السويدي الرسمية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 300,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 525,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.